بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي ممكن استرجع القيمه الاكبر من مجموعه قيم؟ انا عندي هنا مجموعه ارقام، الهدف ان انا لو كتبت هنا اي رقم يجيب لي هنا الرقم التالي الاكبر له، حتى لو كتبت رقم مش موجود هنا وليكن مثلا مفيش 15، الا ان الرقم التالي الاكبر من 15 هو 22. الارقام دي غير مرتبه. طيب تعالوا نشوف المعادله اللي هنا دي اتكتبت ازاي. انا هقول له ايكوال من، انا عايز الرقم الاكبر لكني هستخدم مينيمم. اف إذا كانت القيمة اللي هنا، إذا كان الرقم اللي هنا أكبر من الرقم اللي أنا بدور عليه، لو سمحت هات لي الرقم اللي مكتوب هنا. هقفل القوس بتاع F، هقفل القوس بتاع مينيمم، وهدوس من الكيبورد كنترول شيفت إنتر. يبقى أنا لما بكتب أي رقم هنا 26 مثلا جاب لي الأكبر منه اللي هو 36. هستأذنكم حاولوا تعملوا بوز للفيديو، وحاولوا تفكروا أنا ليه استخدمت مينيمم رغم إن أنا عايز القيمة الأكبر. تعالوا نفهم احنا ليه استخدمنا مينيمم في الجمله دي. احنا لو كتبنا نفس المعادله من غير مينيمم، لو قلنا له اف اذا كانت القيمه اللي هنا اكبر من القيمه اللي انا ببحث عنها، لو سمحت اعرض لي القيمه اللي هنا، ودوست من الكيبورد كنترول شيفت انتر. هو في الحقيقه المعادله دي بتعمل ايه؟ لو ظللنا كده ودوسنا اف 9 من الكيبورد، او بالنسبه لي انا مضطر ادوس كالكوليت فورمولا. المعادله دي في الحقيقه بتجيب لي كل الارقام اللي اكبر من 26، يعني الاكبر من 26 45 55، اي رقم مش اكبر بيكتب لي فولس. فانا عندي في الارقام دي عندي اربع او خمس ارقام اكبر من 26. جوه الارقام اللي اكبر من 26 انا عايز الرقم الاصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.